وصلت ديك العشرة الصباح حتى كنتفاجئوا باللي المكنه ديال الضو تتفركعت فجاه. سمعي العشرة الصباح كان عيد دخان، يلا بدينا كنخرجوا في الناس تلاحت، ما بقى صافي ما بقاش ما بقيناش كنعرفوا من خرجت. هاد الناس تشردوا حوايجهم تلاحت للزنقه، ما بقي كتشوف حتى حاجه، بياسه هي الاخر مخرجوا الصحيح. هاد الناس كنا ناعسين في الصباح ما علينا ما بينا، وصلت ديك العشرة الصباح حتى كنتفاجئوا باللي المكنه ديال الضو تتفركعت فجاه. مني تفركعت العافيه طلعات، كلشي تحرق، المنشره مولات كتخرج كتصوت، مش عافيه. لا يعقل هذيك الشيء اللي شفت انا بعدا، بقى دابا مريضه والله. هاد الناس تشردوا حوايجهم تلاحت للزنقه، ما بقي كتشوف حتى حاجه، بياسه هي الاخر مخرجوا الصحيح، حتى حاجه ما خرجت صحيحه، حتى حاجه، كلشي تقدر. والجيران اللي ساكنين مجاورين معاهم حتى هما تاداو، الناس اللي ساكنين في الدار، كاينه الام وباهم ميت، كاينه الام والولد ومرت الولد وباهم، جدهم كبير عنده 120 عام مسكين، حتى دوات تحرق، حتى هو تحرق. كاينه الدار هذه اللي حداهم بنتهم ساكنه هي وليداتها والزوج ديالها، حتى هي عندهم دراري صغار، الدري صغير خرجناه وسط العافيه، راه واحد المنظر الحمد لله ماني خرجت سالمه كيف كنقولوا، هذيك هي الدنيا وما فيها. الجيران حتى هما مساكن ما حاسين بضررين، حتى مشات لهم كوزينتهم، مشيت كل واحد شطرا ليه. هذه سؤال المسؤولين، هاد السؤال كيتوجه للمسؤولين، حيت جاو داروا خدمتهم، ماشي غنقولوا ما داروش، الله يجازيهم بخير، قاموا بالواجب ديالهم، ولكن هما مشاو وهاد الناس بقاو. هذا هو السؤال اللي مطروح، الناس مشاو ولكن هاد الناس بقاو. حنا انا ندخلهم اليوم، وحده اخرى غتدخلهم غدا، ولكن شحال قدنا؟ مش من كيف كيقول الميتين ما نضربوش السما بغربال، فهمتي؟ يعني هاد الناس راه انا نشدهم سيمانه كاع غنمل، انا الضيق، حنا الكاريان مضرين، حنا براسنا الهشاشه في الكاريان. حنا كانت عندنا عاده الهيكله في 2006 وتضمصت لينا الدوسي، وحنا ها حنا صابرين وساكتين ومداوين، ما قلنا حتى كلمه، المهم مغطين الحمد لله. ما بغيناش حنا هادشي اللي شفنا ديال الدواور اللي مضرين، وهادشي اللي ولينا كنشوفوا 24 ساعه تتهزي حوايجك وداك الشيء، ما بغيناش، قلنا اللهم نبقاو هكا، صبرنا سكتنا، يعني صافي ما بقيناش. ولكن هاد الناس هما دابا كانوا بدويرتهم ساكنين الحمد لله، قبح الله الفقر، ولكن هما دابا في بين 24 ساعه العافيه راه شعلت. سمعي العشرة الصباح كان عيد الدخان، يلا بدينا كنخرجوا في الناس تلاحت، ما بقى صافي ما بقاش ما بقيناش كنعرفوا من خرجت، تولوا الناس ولا كل شيء. ها هما استاذر راك شفتي هذه الثلاجه حتى هي كذلك ومثال دابت، حاجه بياسه ما خرجوش هاد الناس. كنطالبوا بهاد الناس يكون شي محسن او السلطه. دابا الحمد لله سيدنا، شوف سيدنا حقق لينا هاد، يعني دار لينا مسكين الله يجازيه بخير والله يشافيه والله يطول في عمره سيدنا، يعني ما تخلاش على الشعب ديالو، ولكن هاد الناس حنا ما مستافدينش. علاش هاد الكاريان باقي هكا؟ علاش توصل لهاد الحاله؟ يعني علاش المكانه طرا لها هكا؟ عرفتي علاش؟ حيت العشوائي كي كنقولوا، ما جايبينش حنا تكنيسيان ومصاوب لينا داك الشيء ومقادو، عشوائي. راه كلشي اليوم هاد الناس طرا لهم هاد المشكل وخرجوا الزنقه، غدا انا غدا واحد اخر.